عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب 46 اجتماعا، حيث ناقشت 50 موضوعا أحيل للجنة خلال الدورة الثانية، حيث انتهت اللجنة من 33 موضوعا منها، ورفعت تقارير بشأنهم إلى هيئة مكتب المجلس. للمزيد من تفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد أحمد صباح السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب. بعد التحية سعادة النائب، هل لك أن تحدثنا عن أبرز التقارير التي ناقشتها اللجنة خلال الدور الانعقاد الثاني، وكيف تم يعني العمل من عمل اللجنة خلال هذه المرحلة الفائتة بخصوص جائحة كورونا عن بعد؟ أول شيء مساء الخير وأشكرك على إتاحة الفرصة لليوم معاكم. طبعا مثل ما تفضلتي أن اللجنة فعلا اجتمعت 43 اجتماع، كان منها اجتماعات رسمية وثلاث اجتماعات كانت لفرق عمل، مجموع 46 اجتماع. نعم، اللجنة استلمت في هذا الدور 50 موضوع وتم رفع 33 موضوع منها، كانت مراسيم وتقارير حق ديوان الرقابة المالية والإدارية والحسابات الختامية، وكانت مشاريع بقانون محالة سواء من الحكومة أو مجلس الشورى أو من السادة النواب، إضافة إلى المقترحات برغبة. وكذلك لا زال عندنا من 50 موضوع 13 موضوع حاليا اللي هي قيد الدراسة، وراح يتم يعني دراستها ما بين الدور الثاني والثالث، واحنا بدأنا أمس اجتماع فعلا في هذا الموضوع. نعم. وكذلك 4 مواضيع تم سحبها من مقدميها بعد الاجتماع مع اللجنة وابداء وجهة نظرنا لهم. نعم سعادة النائب، أبرز هذه المواضيع، لو تحدثنا عن أبرز هذه المواضيع. طبعا احنا يعني أبرز المواضيع اللي تم رفعها هي كان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2017-2018 وكذلك 2018-2019، كانت الحسابات الختامية للدولة لسنة 2017 ولسنة 2018، كان الحساب الختامي لاحتياط الأجيال. نعم. لسنة 2017-2018 كان أهمها مرسوم الاكتشاف النفطي واللي كان له يعني الحيز الأهم لما له أثر اقتصادي على مملكة البحرين، كان عندنا مشروع دعم الحكومة للمواطنين، كان عندنا كذلك مشروع قانون بتعديل أحكام مرسوم 48 لسنة 2012 لغرفة التجارة وصناعة البحرين، كذلك كان عندنا مشروع تعديل قانون احتياط الأجيال، وكذلك كان عندنا مشروع بشأن احتياط الأجيال القادمة. يعني كل هذه المواضيع كانت جدا مهمة في الدور الماضي وكلها تم مناقشتها في دور الانعقاد وتم عرضها في المجلس وتمت الموافقة جميعها على توصيات اللجنة نفسها. اللي أبي أوضح كذلك أن اللجنة المالية تختلف عن باقي اللجان، حيث أن جميع اللجان ترجع لها حق المقترحات والقوانين اللي تقدم، لأنها تأخذ رأيها من الناحية المالية والاقتصادية وملائمة هذه المشاريع والقوانين في الميزانية المعتمدة. تم إصدار تقارير سواء كانت معلومات أو دراسات أو رأي من اللجنة 331 مخاطبة لجميع اللجان حسب الطلب من عندهم. فطبعا يعني هذه يعني من أهم المواضيع اللي تم رفعها حق اللجان هو كان قانون التعطل الأخير اللي كان هو يدعم القطاع الخاص، قانون الخدمة المدنية، والكثير يعني من المواضيع اللي ذات الاهتمام ولها علاقة اقتصادية وتحتاج الرأي الاقتصادي والمالي من اللجنة لدعم المشروع ويكون في قرار مجلس النواب. نعم. وأخيرا تفضل. طبعا احنا عندنا اللي راح نناقشهم في هذا الدور اللي هو طبعا بين الدور الثاني والثالث راح يكونون جاهزين، طبعا 13 موضوع تم يعني تحويلها للجنة على أواخر شهر 4 بداية شهر 5، واللجنة قاعدة تدرسها وراح تكون جاهزة في الدور الانعقاد الثالث إن شاء الله. وأهمها هو مشروع بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، راح يكون هو الأثر الأكبر وهو اللي راح يستقطب الاستثمارات بعد المرحلة اللي تكون فيها في البحرين. نعم. يعني هاي طبعا أبرز الأشياء اللي إن شاء الله أقدر أوضحها. نعم سعادة السيد أحمد صباح السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح.